مرحبا أحبتي متتبعي قناة لبنان فورتك، بهذه الحلقة جديدة وبعتذر عن التقصير بالحلقات بسبب انشغالي بالموقع. صراحة هذه الحلقة رح أقدم فيها موضوع لقيته إنه في عليه اهتمام، هو موضوع الـ RDP اللي هو ريموت ديسكتوب بروتوكول، يلي من خلاله نقدر يكون عندنا كمبيوتر شخصي افتراضي لكن بعيد عنا، نقدر ندخل عليه عن طريق التطبيق الموجود بالويندوز اللي هو ريموت ديسكتوب عن طريق الاي بي. هذا الموقع بوفر ان هذه الخدمة، كونه بالانترنت ما في شيء مجاني، كله بده مصاري، كله مدفوع. هذا بقدم لنا هذه الخدمة لفترة تجريبية لمدة 7 أيام، فينا نختبر هيدي التجربة الجديدة. طبعا بيقدم أيضا سرعة إنترنت رهيبة وسريعة جدا، فينا نستفيد فيها من خلال التصفح. وطبعا بنهاية الحلقة راح أضيف بعض الـ RTP يلي عاملينهم هاكينج، بنقدر كمان نستعملهم مدى الحياة. طبعا الفرق بين المدفوع والهاكينج هو إذا كنت أنت دافع فهو بيطلع لك ديسكتوب خاص فيك، فيك تسيب عليه ملفاتك، فيك تشتغل عليه كل الأمور الخاصة فيك، تبقى محفوظة لك بيوزر نيم وباسورد خاصة فيك، تستفيد من سرعة الإنترنت الرهيبة مثل ما ذكرت جدا جدا جدا. أما المجاني فهو بيكون مشترك مع بقية العالم، ما فيك تحفظ ملفاتك عليه طبعا، بس فيك تستفيد منه من إنك تقوم بعملية تصفح. مبدئيا أنا راح أقوم بعملية تسجيل بالموقع. طبعا حاطين فرق بين المدفوع واللا مدفوع. الفري مثل ما انا شايفين ويندوز 7 سيرفر و سي بي يو الكور 1 2 جي جرام، بعض التفاصيل يعني هنعمل ساين اب. رابط الحلقة او رابط المواضيع تبع الحلقة بتلاقوها بأسفل وصف الفيديو. راح أقوم حاليا بعملية ملء لهيدي الخانات وعملية حقوم أيضا بتسجيل. طبعا اوكي، ما في مشكلة اذا ظهرت هيدي العلامة او هيدي الصفحة. نحن هلا حاليا رح نتوجه للايميل، وبيكون بهالوقت وصلنا ايميل. طبعا حاليا وصل الايميل، بس وصل على البروموشن. اذا كنتوا عندكم على الجيميل ما هيوصل على البريميري، رح يوصل على البروموشنز. بنضغط على الايميل مثل ما شايفين، لانه وصل عبارة عن جوجل اعتبره اعلان، يعني كاتبين how to access to your free trial. نكبس على هيدا اللينك، طبعا هو موجود اليوزر نيم والباسورد. نكبس على هيدا اللينك. بعد ما اللينك فتح لنا، في عنا اليوزر نيم اللي بعتولنا اياه بالايميل من داخله. الباسورد أيضا. من هون بنحدد إذا بدنا لغة، في لغة عربية هختار على إنجلش، بنحط أوكي.
ظهرت عندنا هذه الصفحة مثل ما احنا شايفين. نضغط على كلمة ديسكتوب، عمل داونلود لاختصار ال RDP اللي هو مثل ما قلنا ريمون ديسكتوب بروتوكول. نضغط عليها دونت اسك كونكت. الباسورد طبعا اللي بعتولنا اياها على الايميل مثل ما ذكرت بنرجع بندخلها مرة تانية. بنعمل لوجين. اوكي مثل ما شايفين عمل لوجين على ديسكتوب الخاص فينا. مثل ما عم نلاحظ عمل لوج ان على ال RDP الخاص فينا او الديسكتوب اللي عن بعد اللي قدرنا نحصل عليه هاي اليوزر نيم الخاص فينا في ماي دوكيمنت. بنشوف الماي دوكيمنت تبعنا مثل ما عم نلاحظ فينا هون عم نسيف للملفات تبعولنا مثل ما ذكرت. ايضا فينا مثلا نشغل الوورد، فينا نكتب أي شيء. يوتيوب فينا نعمل حفظ طبعا، فينا نجرب سرعة متصفح الإنترنت. نلاحظ سرعة مثلا موقع تاني مثلا موقع مشهور ك CNN معروف بكمية الترافيك اللي عليه. لاحظنا سرعة التصفح. طبعا هيدي بالنسبة للسيرفر اللي حكينا عنه هو تجربة لمدة 7 أيام. رح انتقل انا وياكم هلا لتجربة سيرفر اللي ما عمله هاكينج، كمان اشوف الفرق بين هيدا وهداك. حننتقل سويا. ريموت ديسكتوب كونكشن، طبعا بندخل هيدا الاي بي، بنضغط كونكت يس. مثل ما لاحظنا كمان نفس المبدا، دخل على سيرفر. بنضغط على يوزر اذر يوزر، بنحط ديمو والباسورد ايضا ديمو. وهيدا الديسكتوب الاخر اللي ذكرت عنه عملنا هاكينج، بس الفرق هيدا منه فول يوزر. مثل ما نلاحظ ما في عنا داكيمنت خاص فينا، بس هو عبارة عن للتصفح يعني. ايضا هيدا الانترنت يعمل لو رحنا على جوجل مثلا. هذا كان كل شيء لهذه الحلقة، بتمنى أن الجميع يكون استفاد منها. طبعا جميع الروابط اللي ذكرتها بالحلقة موجودة أسفل وصف الفيديو. بتمنى أن الجميع يكون استفاد. أيضا إذا عجبتك الحلقة فيك تعمل لايك، إذا كنت أول مرة عم تشاهد القناة وبتحب تشترك فيك تضغط على زر الاشتراك. شكرا للمشاهدة.